مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا على خير. أهلا، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع كل الود والتقدير. نحن بنحاول في كل مرة نفتش عن الحالات الإنسانية وما أكثرهم في هذا البلد السودان، نحاول نبحث عن الصابرين المتعففين ونعكس قصصهم وحالتهم لكل الخيرين ولكل الناس. اليوم نحن في صالحة مربع واحد، تستضيفنا الخالة مبلينة. الخالة مبلينة واحدة من النساء المجتهدات والعاملات واللي بتعمل بصبر وبجد واجتهاد وفي صمت ومتعففة. خالة مبلينة منزلة منهار تماما زي ما شفتوا قبل شوية، وهي مستضافة من قبل أحد الخيرين في المنزل، وابترع زوجها كبير في السن وما عندها أبناء، كل أولادها متوفيين، عندها 3 من البنات، واحدة فيهم مطلقة وموجودة معها في البيت. الخالة مبلينة بتعمل فراشة وبتاخد أجر بسيط وبتقعد على إعانات الخيرين. نحن الليلة جينا نقعد مع الحالة الخالة مبلينة عشان نسمع قصتها وتحكي لنا بنفسها. مرحبا بك الخالة مبلينة. حبيب حبابي عشان احكي لنا قصتي. قصتي والله تعبانة ولك جاي ما في وتعبانة وتعيط وذل قدامي وفي صعب كده. أول حاجة، أنت ده منزلك ولا مستضافة؟ لا منزلي والله. ما بيتك؟ لا مو حق والله، كل ما بيت أنا قاعدة فيه، كل ما بيت أنا قاعدة فيه عشان رجل كبير، كل ما بيت أنا قشة وسطه شغالة براي. بيتك وين أصلا؟ إحنا ما أنا هنا ما عندي بيت نهائي. جيت الخرطوم 200 انت؟ والله طورتها ما طورتها والله. كم سنة يعني؟ ما بتذكر، طورتها شديد والله. كنت طيب ساكنة وين قبل هنا؟ كنت ساكنة وقعدت تسجل، كنت ساكنة كده فجيت هنا، وتعالى كنت في البيت العسل اللي حفظت، مشيت الشتا دي وقع المطر وفي كان معي نفس، وقعدت فوقنا في الحيطة. يلا جبت هنا هنا في البيت ده، خذينا جيران قعدت فيه ودوني الموية حسب سماع اللي يعني قبل هنا كنت ساكنة في نفس الحي ده؟ بسببي ساكنة في بيت واحد وقع في المطار. لكن في نفس الحي؟ اي في حيط اشهر محل الكتب ده كنت قاعدة فيه، هذا الشدر كتب ده كان السير شاري. كنتوا بانين شنو انتوا بنيانكم؟ والله الدنيا ساعة والله كنت بعد السنة حصل الأبي الكبير وما عنده جيد تداوم، الله يكلم السنة أنا شغالة، ولا خليت روضة ولا خليت مدرسة، شغالة براي ما عايزه يديني، بس عيلة جيران اللي تساعديني والبنات اللي يكونوا بي يصفاين، ما هذا متعب، سلي والله لا مشيت بكون وراء أتعب، ما عندي حاجة والله، ضروري صعب شديد. طيب البيت اللي كنتوا ساكنين فيه لو وقعتوا المطر ده هو كان قش ولا جالوس ولا مبني كيف؟ جالوس. يلا المطر شادي نتي. وقع 200 في الخريف الفات؟ الخريف الفات اللي مزه. اها. فات بعد ده جابوكم استضافوكم هنا؟ يلا جابوا جيراننا جوانا هنا ترى حوالي جوانا هنا. هاي جوانا الثانية. الحمام ما فيه بس تمشي الجيران بس. كل ما بيت تسكن فيه ما هو حمام حسب ظروفي والله يعني. ما في حمام. ما هو حمامات والله. حسب انا مدهسه معاه. ما عندي حاجه والله. طيب انت شغاله ايش ماسحه لي؟ شغاله والله فراشيه. في المدرسه؟ في المدرسه كنت عيد ما عيا كنت انا بركض ما في ثاني قد يعني وضحها هسه كنت ودي انكسرت. يدك مكسوره؟ يدي مكسوره والله. اتكسرت 200 يدك؟ كنت في المطر. في الخريف الفات أيوة. اللي وقع فيه بيتكم؟ اي في تجيب الفضولة وراتي والله ازدلقتها سبعة تقوم عليا. طيب لما كان يدك مكسورة منو كان بيعينكم في مصاريف البيت؟ والله براي والله بيحددي اشتغلي ويدك مكسورة؟ اي أيوة والله بيحددي والله مجاسة معاه ده والله.
طيب كنت شغالة وين قبل ما تكوني شغالة فراشة في والله المدرسة؟ كنت زمان، لا ما كنت شغالة في روضات، شغالة في روضة، اشتغلت في روضة، اشتغلت في روضة، اشتغلت في المدرسة. صعب على وجه، الحمد لله والله، الحمد لله. بس ده وقع سوق البيت، البيت ورقنا ورقنا الجيران. ده البيت الفات هاي وقعت في واحد من اولاد بناتك. هاي وقع فوق العدة، قاموا نفس الكتوبة، الكتوبة ركبت العدة ورا بعدين. الحمد لله على الوضع. بس كنت نصحنا اي أيوة والله، لا تكون علي تعرف ازاي بدي اصرفهم، ما في انا اللي بصرفهم في البيت. بناتك شغالين ولا ما لا شغالين؟ لا ما شغالة، متزوجات؟ ولادين دي راجية طلقة بجابها، هما البنين دي اي طلقة بجابها. والباقيات؟ في سنة اتنين، واحد توفت الله، ثلاث واحد توفت، فضلوا اثنين، واحدة مطلقة والثانية قاعدة. أو طلع قاعدة. دي عندها ثلاثة بنات، مطلقة وعندها 3 بنات وقاعدين هاي معك. أو دول توليدة قاعدة معاي في البيت. الحمد لله ولدي والله. الثانية قالت مدرسة؟ قريت لا المدرسة؟ لا ما قالت والله، هو أبوي عنده عمل حادث، هاي ما عمل حادث ما من المدرسة. البنت اسمها البنية دي عمل حادث متين؟ حادث كم سنة؟ 9 سنة انكسر. 9 سنة مكسور. هاي هو 9 سنة راجل بس زول أسعد ده بحالها حالة كتيرين في بلدك. 9 سنة راجل فوق العنقريب ده وقالت يوصل فيها المرض دي. ما عندها أي حاجة توكل فيه. خلاص بعد أكون والله قالت لي والتالي اللي هي اتكسرت عندنا بنت الطلوة دي جابت أذهن توكل فيها. كنا هنا الحمد لله والله حاجة ما عندنا والله حاجة صعبة الحمد لله. خلاص خلينا من الله على الله. الله كريم. طيب الخالة مبلينا، أيوه أنت احكي لنا قصة الحادث بتاعه ومتين وكان وين لما اتكسر. انكسر كنا في البيت ده. أيوه. وكان شغال شنو هو؟ شغال نفايات. أها كان شغال في النفايات. أهي. وقع من العربية ولا دقته عربية؟ لا دقته العربية. ضربني هايس. ضربك هايس؟ أهي. أها. هو قام ضربه هايس وبعد ذاك رقد في البيت، بقيت انت شايله البيت. اي. بس حضروا هايس وشو بعد في شيء في البيت هاي، شفت البيت هاي. لا يقول اسكت. يلا احكي لنا القصه بتاعت الحادث كان 200 ولما هو عمل الحادث حصل بعد ذاك شنو؟ انتوا كنتوا في بيتكم القديم هسه؟ بيتنا القديم. وقايمين معاي هون الجيران والله. وكنت جبت ورقه ورقت على المدرسه، كنت قالت لي خلينا انا مرضى المدرسه ورقت على ابوها وانا بشتغل بيجي فوق وما عندي حاجه اقعد في البطل. يوم على المدرسه يجزا في ما هي حكوميه مدرسه خاصه. اي خاصه. بعد الخاصه تكفي ثاني ما عندي زي في الدين. جربت تشتغل اي شغل ثاني؟ والله ما سياسه ما جربت حاجه ثاني. ما جربت حاجه ثاني. بيجوا ايوه اقول بس سكت من الصحة انا ما عندي حاجه والله. طيب ما بعد اكون نجي اتجز وانا لا تعب شوف الصندي في الاجازه بقى ما عندك شغل؟ لا انا ما عندي شغل والله في الاجازه. هسه بعد ما اتكسرت الخريف الفات كان منو بيساعدكم؟ والله ما بدي بعيد الجيران قلت لك اول عشان والله على الجيران الحمد لله على الجيران بس والله الجيران ما بدي بدينا والله. طيب انت بتعرفي تشتغلي شنو؟ اشتغل شوية صينية هاي اشتغل حاجة والله يا ولدي. صينيتك فيها شنو؟ والله بس فيها تسالي وفيها بس ثانية من بعد من بعد فول وتسالي وحلويات وكذا. لا حاجة ما تعرف هي ومن بعد عبرة البيت عبرة البيت ده الشغل الوحيد اللي بتعرفي تشتغلي. اي بس انا والحمام ما بعرف اشتغل برا هاي. طيب هسي الناس الخيرين لو عايزين يساعدوك ممكن يعملوا لك شنو؟ يفتحوا لك يا مشروع او يدوك شنو تعمل بيه مشروع؟ دوني خاص يدين يقول سيخ اي حاجه باخذها. اي شيء باخذ. يعني حتعمل شنو؟ كان داي بجيبه كان زين اقول بمسك مسك من قروش بس. ابى اعرف اشتغل. ما بتعرف تشتغل؟ والله ما بناتك اشتغلوا قبل كده او عندهم معرفه بالشغل؟ لا ما اشتغلوا. اشتغل النهايه بنات. زي ما شايفين دي الخاله ام بليله
ده بيتها شفناها قبل شوية، هي امرأة تعيل زوجها الكبير في السن اللي حصل له حادث من 9 سنوات، ورجل كبير عمره ما يقارب 100 سنة، وأولاده كلهم متوفيين، عندها بنات 2، واحدة مطلقة بأولادها قاعدة معاه، وبيتهم وقع السنة اللي فاتت. الآن هم في البيت اللي قاعدين فيه ده مستضعفين، بيت ما فيه أي منافع، وهي عايشة بمهنتها كفراشة في المدرسة، وفي الإجازات ما بتقدر تشتغل أي حاجة، وحتى في المدرسة على قدر ما بيجيها من راتب من قروش بتنتظر برضو إعانات الخيرين عشان تقدر تصرف على بيتها وعلى أولادها. قدامكم حالة الخالة بلينا، لكل اللي عايزين يدعموها ممكن يوصلوها في بيتها صالحة مربع واحد، والخير في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. خالة بلينا ده مبلغ بسيط مقدم له لك ناس قناة الشروق، عسى ولعل يقدر يعينك في الفترة الجاية، تساعدي بيه وبناتك وتساعدي بيه وزوجك، ونحن في شهر الخير، الخير موجود إن شاء الله، إن شاء الله الحمد لله، ربنا يعينك ويقدرك إنك تشتغلي وتساعديه إن شاء الله. نحن خلصنا مقابلتنا معك، إذا عندك أي كلمة حابة تقوليها للناس الخيرين أو لناس قناة الشروق. حاضر إن شاء الله، يعطيك العافية، مشكورة. شكرا. شكرا لك. شكرا. دي كانت حلقتنا اليوم الليلة مع الخالة مبلينة اللي سمعتوا حكايتها وشفتوا قصتها من صالحة مربع واحد، لحد ما نتلاقى في حلقة جديدة مع كل التقدير، في أمان الله. تحياتي فريق العمل.